وقد عبر مجلس الشورى والنواب عن اعتزازهما بالمسيرة العمالية الحافلة في مملكة البحرين، كما أشاد عدد من الوزراء والمسؤولين بالدور الوطني الذي يتبناه العمال في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. فقد أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالرعاية الملكية السامية التي يحظى بها عمال مملكة البحرين من لدن صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مثمنة حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تقديم كافة سبل الدعم للعمال والتأكيد على صيانة حقوقهم واستقرارهم الوظيفي. رئيس مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح أكد أن التشريعات الوطنية المتطورة التي تسخر بها مملكة البحرين تعتبر القاعدة الأساسية لحماية وصون حقوق جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وتشكل دافعا وحافزا لهم للعطاء والإخلاص من أجل الإسهام في نهضة وتقدم مملكة البحرين، مؤكدا أن مجلس الشورى لن يدخر جهدا في مساندة ودعم التشريعات التي تعزز حقوق العمال وتحدد واجباتهم. رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا أشاد بالدعم والرعاية التي يحظى بها العمال في مملكة البحرين من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موجها الشكر والتقدير للعمال في قطاع الطاقة المستدامة وفي مختلف القطاعات، ومؤكدا أن العمال في المملكة جزء هام وأساسي في المنظومة التنموية. معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة الخليفة هنأ جميع العمال في مملكة البحرين مشيدا بعطاءاتهم وجهودهم الكبيرة في تعزيز دعائم التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ومشيدا بجميع العاملين في القطاع النفطي على ما يبذلونه من جهد دؤوب في تحقيق تطلعات المملكة على صعيد تنمية قطاع النفط والغاز بما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني. سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هنأ جميع العمال على أرض مملكة البحرين، مؤكدا أن هذا اليوم مناسبة لتجديد الاحتفاء بالطاقات البشرية التي تحتضنها الوزارة المتميزة بعطائها وإنجازاتها وجهودها المبذولة من أجل توفير خدمات البنية التحتية والعمرانية والبلدية في المملكة. وزير شؤون الكهرباء والماء سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك أشاد بالرعاية السامية التي يحظى بها عمال مملكة البحرين، ومؤكدا أن العمال جزء لا يتجزأ من عملية التنمية العمرانية وتعمير البنية التحتية في مملكتنا الغالية، مهنئا جميع العمال في مختلف مواقعهم لمساهماتهم في بناء الوطن ورقيه. رئيس جهاز الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد أكد أن مملكة البحرين تفخر بالكفاءات الوطنية المتميزة التي تسخر بهم باعتبارهم ركن أساسي في بناء المجتمع ونهضته، ومشيرا إلى أن يوم العمال يعد فرصة للاحتفاء بالكوادر الوطنية وما يقدمونه من تضحيات للوطن من أجل رفعته وازدهاره.